الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خير ما نبدأ به القرآن الكريم يتلو علينا الشيخ أحمد أبي داب ما تيسر من القرآن الكريم، واخترت آيات تهتم بالتعليم لأن موضوع المؤتمر تعالى هو موضوع تكنولوجيا التعليم. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم. أولا سمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة تبلغ سلامها لكم وتعتذر لطرف طارق وانتدبت معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام صليط. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور عزام صليط وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. معالي مندوب وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور طلال أبو-غزاله. أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة سيداتي وسادتي، أول ما أبدأ به أو أرد أن أقول إننا بعقولنا نبني ونصنع الوطن وليس بأيدينا، وهذا المؤتمر والمعرض حتى نبرهن أن الشباب الأردني والشباب العربي لدينا عقول جيدة ومنيرة وعندما تتاح لهم الفرص يبدعون. إنني فخور جدا أن أقف بين أيديكم وأكون عارف هذا الحفل وللذي نتكلم عن تنظيم مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعرفة أو التعليم، وهذا المؤتمر هو الأول الذي ينظم في الأردن
بهذا المستوى ومستوى الحضور من قبل الدول العربية والدول الشقيقة ومن حتى من أمريكا في مندوب من شركة IBM. الحضور يؤكد على أهمية هذا الحدث الهام، وهو مهم جدا لأن التكنولوجيا تدخل في جميع القطاعات ولها دور مهم جدا وبالذات في التعليم، والاقتصاد هو يعتمد على المعرفة، إن المعرفة هي أساس الاقتصاد، فالدولة التي لديها المعرفة يكون اقتصادها قويا وجيدا. لا أريد أن أطول الحديث عن المؤتمر المعرض لأنه الأخ المهندس عزام شويهات رئيس الهيئة الإدارية لدى الجمعية الأردنية للحاسبات سيتكلم عنه بالتفصيل، فليتفضل. شكرا حضرتك.